نعم، بالإشارة محمد لمخيم بلاطة الذي يشهد على اقتحامات منذ ساعات مساء أمس، لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي موجودة في المخيم وتحاول جاهدة أن تغلق كل المحلات التي حاولت فتح أبوابها، وأيضا هي قامت باقتحامات متكررة ومتتالية لذات المخيم منذ ساعات الصباح، وأبقت على قواتها في المكان وسط إطلاق كثيف للرصاص على الفلسطينيين الذين حتى لو يمرون مرور يعني من شارع المخيم، إضافة إلى إغراق الأطفال بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال عملية الاقتحام. والآليات لا زالت موجودة حتى هذه اللحظة في المخيم، تقوم بمداهمة أيضا المنازل وتفتيشها وتخريبها أثناء عملية التفتيش بحسب ما أكده سكان المخيم. طبعا ارتقى شهيد في المخيم، وهنالك إصابات أيضا ما بين صفوف المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي استخدم منذ بدء الاقتحام لهذا المخيم، بالإضافة إلى توجه آليات عسكرية أيضا إلى مخيم عسكر في ذات المدينة. وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن طبيعة العملية التي يقوم بها الاحتلال في ذات المخيم. أنوه طبعا بأن التوجه لمدينة نابلس صعب جدا محمد في هذه الأوقات، ومن يدخل إلى المدينة يصعب أن يخرج منها بفعل الحصار المطبق عليها، بالإضافة إلى التجديدات الأمنية الموجودة حولها وحول البلدات والمخيمات المحيطة في مدينة نابلس، ولهذا شلت المدينة تماما، خاصة حوارة وهي هذه البلدة التي استهدفها المستوطنون منذ فترة طويلة، والآن محالها التجارية مغلقة بشكل تام منذ بدء العدوان على قطاع غزة، رغم أن الاحتلال قال بأنه سيسمح لعدد من المواطنين فتح محالهم، لكن الوضع بشكل عام صعب جدا في هذه البلدة، وهي طبعا منطقة رئيسية لمرور المواطنين من نابلس أو الخروج منها، وعليها حاجز يسمى حاجز حوارة من أسوأ الحواجز بتعامل الاحتلال مع المارة من خلاله. إضافة إلى هذه التفاصيل في الشمال، شمال الضفة الغربية، هنالك في جنوب الضفة أيضا مزيد من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. في مخيم العروب في مدينة الخليل كان هنالك إصابات ما بين صفوف الطلبة أيضا بإغراقهم بالغاز المسيل للدموع، وأيضا إضافة إلى ذلك في مناطق قريبة تم إطلاق الرصاص على أقدامهم وهم يتحركون إلى مدارسهم، مما أدى إلى إصابات ما بين صفوف الطلبة. لهذا أكدت وزارة التربية والتعليم أن التعليم سيتمدد أو سيمدد بأن يكون إلكترونيا حتى آخر هذا الشهر، أي 30 من هذا الشهر، وأيضا بالإضافة إلى صعوبة وصول المعلمين إلى المدارس. وتضاف إلى هذه المعلومة محمد بأن عدم صرف الرواتب بسبب ضيق الأوضاع لدى السلطة الفلسطينية بعد وقف أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي أو رفض السلطة استلامها منقوصة من أموال غزة أضافت أزمة للمعلمين، ما صعب عليهم أيضا التحرك إلى وظائفهم. بشكل عام الضفة الغربية أيضا تشهد على استمرار عمليات الهدم، هدم المنازل حتى في الضفة الغربية ليس فقط مدينة القدس، وأيضا إنذار الفلسطينيين بإعطائهم إنذارات لوقف الأعمال في بناء بعض المنازل، بالتحديد منطقة الخضر في بيت لحم، 6 منشآت تم إيقاف العمل فيها، وطبعا أنذر أصحابها في حال استكملوا عملية البناء سيتم هدمها. وهنا بالإشارة إلى أن هذه المناطق تعتبر سي بحسب ما يقول الاحتلال الإسرائيلي، أي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومثل هذه الانتهاكات مستمرة في عموم الضفة الغربية. نعم، يعني من ضمن الانتهاكات التي أشرت إليها نهاد هو الاقتحامات والمداهمات المستمرة والمتواصلة والمتصاعدة في الآونة الأخيرة لمختلف المخيمات في مناطق الضفة الغربية. بداية، ما هي الذرائع التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمداهمة هذه المخيمات؟ وأيضا أشرت إلى الوضع الاقتصادي نهاد،
إلى أي حد يبدو الوضع يتفاقم ويزداد سوءا اليوم، وخصوصا بعد هذه الفترة من عدم استلام الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية، وأشرت أيضا فوق ذلك إلى إغلاق بعض الأسواق التجارية والمحلات كالتي في منطقة حوارة بأمر من سلطات الاحتلال. نعم. لو تحدثنا عن الإحصائيات في هذا الخصوص محمد، قبل أن نتطرق لذرائع الاحتلال الإسرائيلي، أولا 25% من المنشآت في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو بشكل جزئي، يعني هنا نتحدث عن عدد كبير من المحال التجارية أغلقت أبوابها بشكل تام وأعلنت عن أنها لن تعيد فتحها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية. البطالة ارتفعت من 13% إلى 24% خلال هذه الفترة، يعني نحن نتحدث عن تقريبا شهرين إلا 10 أيام ارتفعت فيها البطالة بشكل كبير لعدة أسباب. أولا بسبب الحصار المطبق على الضفة الغربية والذي أدى إلى تراجع حتى الصادرات منذ الشهر السابق يعني الماضي وحتى هذه اللحظة إلى 15% بطبيعة الحال في الضفة الغربية، و92% من الصادرات التي كانت تخرج إلى الجانب الإسرائيلي كانت نسبة أيضا التراجع فيها 92% نسبة التراجع بالصادرات إلى الجانب الإسرائيلي من الضفة الغربية. هذا يؤكد على أن الأوضاع الاقتصادية يعني تترنح وتتراجع بشكل كبير، إضافة إلى أن العمال الفلسطينيين أكثر من 200 عامل فلسطيني تم تسريحهم من أعمالهم في أراضي 48، والسوق الفلسطينية تعتمد كثيرا على دخل هؤلاء العمال، وهنا عندما نتحدث عن توقفهم عن العمل لمدة تقريبا شهرين يعني ليس هنالك أي مجال لصرف أموالهم، لأن أيضا ليس لديهم رواتب، إضافة إلى أن أموال المقاصة التي لم تستلمها الحكومة الفلسطينية لأنها منقوصة من أموال غزة بحسب ما كان الاحتلال قد صرح، هذا أدى إلى وقف رواتب الموظفين الفلسطينيين وليس صرف 50% أو 80% كما كان سابقا. الآن ليس هنالك خلال شهرين أي رواتب تصرف للموظفين الفلسطينيين، والوضع سيكون أسوأ في الأيام القادمة إذا بقيت الأوضاع بهذا الشكل. نحن نتحدث عن عموم الضفة الغربية، مثلا لو تحدثنا عن نابلس، نابلس أصلا منذ أكثر من سنة ونصف تتعرض لحصار مطبق عليها، بالإضافة إلى حوارة التي أغلقت منذ شهرين بشكل كامل لإعطاء أيضا المستوطنين المجال بالتحرك براحتهم في تلك المنطقة، وهذا دمار كبير، دمار اقتصادي كبير على الفلسطينيين. ذرائع الاحتلال محمد، ليس هنالك ذرائع في الوقت الحالي. الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن حالة الحرب والطوارئ لديه أوامر بأن يطلق الرصاص كيفما يراه مناسبا، القوات الاحتلال والمستوطنين كذلك، نشهد اقتحامات متتالية ومتكررة لكل المناطق الفلسطينية، هنا ذريعة أنه يبحث عن مطلوبين وأنه يريد أن يصفي المقاومة الفلسطينية التي يطلق عليها الاحتلال بأنها إرهاب ونحن نطلق عليها بأنها مقاومة تتصدى للاحتلال الإسرائيلي. نعم، شكرا جزيلا لك نهاد حجازي مراسلة المملكة، كنت معنا من رام الله.